السلام على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية، وأكيد اليوم حلقة جديدة من برنامج يرهم كلش، وهدايانا مقدمة من مركز ليدي جاجا للسيدات. طبعا هذا مركز كلش حلو وجميل ومتخصص وبجناح خاص للمحجبات، وأكيد مركز للتجميل. طبعا الأجواء كلش اليوم حلوة ومميزة ويا عوائلنا والشباب، وتشوفون انه هاي الهدية كلش حلوة. طبعا المركز موجود هو في منطقة الكرادة مقابل محطة وقود بنزين خانة أبو أقلام. احنا نقول بنزين خانة أبو أقلام لكن هو مو أبو أقلام، لا هو محطة وقود والمركز هو مقابله. لكن اليوم أكيد اللي راح يشاركون ويانا الكل، وما حد حيخسر ويانا، الأجواء كلش حلوة. اللي حيشاركون اليوم بالتصوير المصور علي حسين والمصور علي ساجد ومساعد المصور أيمن مشداني، باعوها هالهدية حلوة ومرتبة ومعدلة، ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، بدينا وياكم بأول فقرة وهي فقرة تعرف شنو. راح ناخذ أول عائلة اللي حيشاركون وياي اليوم في برنامج يرهم كلش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ الحمد لله. ايش عندك بالمول؟ شو تسوي؟ دائما في تربية. غير المول؟ هو عاجبنا هذا المكان. والله حلو. زين لحيتك. اجواء حلوة، شو تسوي؟ زين لحيتك. زين ونرتب ونغير. وما نظل هيج. بعد صادق هم. لا لا ما اعتقد. رقمك هم. لا لا لا. اي. شلون ايش عندك؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ تمام. اسم بالخير؟ عذراء. عذراء. والاسم بالخير؟ سمير. ابو منو؟ ابو اسامر. ابو اسامر حياكم الله. ابو سامر. ابو سامر؟ اي حياك. شنو وظيفتك؟ وظيفتي حاسبات. بالحاسبات؟ شكلك مو الحاسبة، شكلك من الضابط. اي نبدي بالاسئله؟ يلا ماشي. تعرفين شنو معنى كلمة شماية؟ لا فكر. ابد؟ تعرف شنو؟ تعرف شنو معنى كلمة الشماية؟ شماية؟ شماية لا ما سامع بيها. ماشي. تعرف شنو معنى كلمة شلامة؟ ما تعرفين؟ ارفع راسي، شوف احنا مو بالمدرسة. ما اعرف. تعرفين؟ تعرف؟ شلامة يعني شلونك؟ لا. هاي بعد. انا شنو بالنسبه لك؟ انت صديق بعد. هاي هي بس صديق واخ. وحده من عندهن. اخ يعني شنو؟ يعني شلون تريد اوضح لك اياها؟ كلمه بقى. تعرف شنو معنى كلمه شمال؟ تقول لي صديق واخويا، وحده من عندن جوابها. هو الصديق والاخ يعني الصديق الصديق الوفي كالاخ. وحده من عندن جوابها. الاخ. متاكد؟ اي ماشي. ايش بك عرقت؟ مو انا دائما اعرق، المو اليوم حار. دائما ذب البلوان. اي صوتك شلون؟ محلو. ابد ابد. يعني لو مقطع صغير من الاغنيه حتى تسوون بيها شعرك؟ ما اريد. تسوون تجميل؟ شغلات فيها حلوة. ما اعرف. ابد؟ لا صوت لا اغنية. زين اذا اعطيت جملة قوليها سبع مرات. ماشي. حلو. زين. الجملة شو اعطيها يا جملة؟ يا جملة. سبع مرات على السرع يا جملة. اخ شو هنا في ثاني؟ جنان. قولي قولي لي سبع مرات فراش نفيسة نفس شنو؟ نشف فراش نفيسة نشف. جربي سبع مرات. شجرة العقرب انقاب. تقولها هي شجرة العقرب انقاب. 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 شنو هي؟ ليش ما تقولها انت؟ فد عشر مرات سريع. لا قول لي فراش نفيسة نشف.
أنا ما أعرف هاي السوالف. يلا قولها سبع مرات. أبد والله. قولها. ما أعرف أغلط. قولها. ما زين أنت قولها. أنا ما قلت قلت الجواب بس لازم مو ياها. صعبة صعبة. أي صعبة ما أقدر أنا. يلا. ما أقدر والله صعبة. جرب. أبد. جرب. ما أغلط. أبد. هذا اللي خربط. بس أجرب. أنت شربت الشطة ما راح أجرب بهاي. ما أعرف لها والله. خربط والله. جوابك النهائي شنو؟ الأخ. الأخ. أي. متأكد؟ متأكد هي الأخ. جواب نهائي؟ أي نهائي. شو تقول أنت على جواب أبوك؟ أيها سؤال. اللي هو السؤال، تعرف شنو معنى كلمة شلامة؟ أي أخ أو صديق يعني. بس أخ لو صديق؟ نفس الشيء، هم اثنيناتهم نفس الشيء. لا لا، شلون؟ سمير ما يقبل. لا. أي الأخ. الأخ؟ جواب نهائي؟ لا فزتوا وهاج هاي الهدية والهدية مقدمة من مركز ليدي غاغا للسيدات في منطقة الكرادة مقابل بنزينة خان أبو أقلام. تفضلي هاج الهدية وارفع الهدية هتاخذيه وتنس ارفع لا ارفعي خلي يشوفوها ارفعيها يلا شكرا ارفع الهدية في مدرسة احنا نحب نكون قناة سامرة فضائية. ربي يوفقها وإن شاء الله التقدم الأكثر. شنو؟ بس. شكرا. الله يساعدك عليها. والله شو تسوي؟ قناة حلوة وبداعة وإن شاء الله دوم تبقى هاي القناة وبوجودك الوجوه الطيبة هاي. الله يخليك. ملاذك. تسلم يا ورد. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك. حياك الله. مشاهدين الكرام أكدنا بعدنا مستمرين وياكم والأجواء كلش حلوة ويا الشباب والبنات وكل العوائل العراقية اليوم متواجدة في مول المنصور. طبعا أنا أرجع وأقول لكم أنه هذا المركز كلش حلو بقسم خاص للمحجبات وقسم وكادر لبناني والأجواء به حلوة. طبعا حتلقون هناك مديرة المركز إيناس وأحمد وتيسير وهند والدكتور أبو التجميل. مركز ليدي غاغا للتجميل. الله كنا حلوين اخبر. مشاهدين الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم بهدايانا وبرنامج يرهم كلش وهاي الهديه باعوها حلوه ومرتبه ومعدله من مركز ليدي غاغا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون؟ سلام. شو اسمك؟ سمراء. سمراء. زين انت بيضه لو سمراء لو حمراء؟ حنطيه. اطيب اكله تحبيها شنو هي؟ اطيب اكله سكالة ودجاجة. الشرقيه. الشرقيه احب الرياني. تريد؟ احب القوزي. الله صل على محمد. تحبين القوزي؟ شكلك مو القوزي والله. شكل القوزي هنا هنا العظامه ابو نور شكل قوزي. شو اسمك؟ زينب. يا صف زنوبه. ثاني متوسط. ثاني. احسش ضاجي منو مضاجي ايش قولي لي؟ لا ما حد. لا ما ضايجه. اقري لي هديه ايش مكتوب؟ مركز ليدي. نعم يا اختي. ليدي غاغا للسيدات. وبعد؟ وانا سنتر ليدي غاغا فور ومن. اي وجوه وين واقع؟ قسم خاص محجبات كادر لبناني متخصص بغداد كرادة داخل مقابل محطة الوقود ابو كلام. صلاة نصلي. شلون حجي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله زين. نبدي بالاسئلة الحجية؟ تفضل. هذا ما جبتي تغنين؟ ما اي تغنين. تغنين. مغنيين. نجرب. ما اعرف. بسيطة. زين، تعرفين شنو معنى كلمة شماية؟ شنو؟ تعرفين شنو معنى كلمة شماية؟ شماية. ها؟ شنو؟ تعرفين شنو معنى كلمة شماية؟ شماية؟ اي. شماية. ما سامع عنها. السؤال الثاني. تعرفين شنو معنى كلمة شلامة؟ شلامة؟ عطش خيارين ماشي اخويا لو صديقي اخويا اخويا متاكده اي اتوقع اخويا اخويا صديقتي متاكده إيه. اكيد اكيد ها شنو ها
صديقي هسه شنو ترتين على جوابك؟ ترتين؟ اي ماشي راح ترتين على جوابك زين هاي الكفشة الحلوة شو اسمك؟ ملك ها؟ ملك ملك تروحين مركز ليدي غاغا؟ تسوين كرياتين؟ تسوين تاتو؟ تسوين خشمش تجميل؟ تجي اسمك؟ لينا ها؟ لينا بيصر رابع رابع ابتدائي؟ هلا ثالث ابتدائي اعطيني جملة مفيدة ثالث ابتدائي؟ ثالث ابتدائي هاي بيبي؟ ماما وين؟ وعرفتها وجاي هنا؟ لا زين قربي يمي قربي يمي باعي راح اقول لك شغله اذا سويتيها راح تفوزين واذا ما سويتيها راح تخسرين وكان صدق الاخير ماشي؟ اكثر مطرب انت تحبيه من هو؟ عصام الرسام وانت؟ نصيف نصيف منو هذا؟ نصيف زيتون هذا شي يبيع زيتون يبيع فجل شي يبيع؟ ما تحبي من الاغاني القديمه؟ احب اغاني عبد الحليم حافظ. اول مره بحبك يا قلبي. اسمع اسمع تحب عبد الحليم حافظ الله يرحمه اول شنو؟ اول مره بحبك يا قلبي. سمعيني مقطع من عدل؟ ما اعرف. مقطع صغير. ما اعرف. حتى تفوزون. لا. يلا جاوب جاوب. لا ما اعرف ما غني. يلا بيقول ان شاء الله بيبي. اول مره بحبك يا قلبي. يلا يلا يلا. لا ما اعرف. وياي يسولف فيها. والله ما اعرف. لا بس احب اغاني عبد الحليم. اغنيه مقطع شبابي شبابي تحبين؟ اي مثل شابه شابه اغاني وهسه شنو انت؟ هسه عجوزه الله الله غني لي مقطع الحساب لا يلا تغني لا هي وراها تغني يلا لا هي خلي تغني بمكان انا واحد لا يلا ما اعرف لا ما اغني انا ما يلا تركماني؟ تعالي يمي تعال تعال في يمي يلا باي هاتي المايك لا مو انت زمي خلي يمك قربي على حلقك يلا غني انت اصلا في عصمان وصنم انت اصلا شالي تفران وصنم بطاني جن شالي جارة يا كولير خلصتي؟ سمعيني اغنية احسن ليش حتفوزين؟ مو هي غنت ما كان تغنين لو تقمزين ثلاث مرات لا اقمز قمزين؟ تعال هنا انا واخري يلا قم زيدي خمس مرات يلا خمسة قلت ثلاثة خمسة نانا قدام الكاميرا يلا ثلاثة ولا يهمك شو تعال قدام الكاميرا باعي على الكاميرا لا على الكاميرا مو علي عليك يلا علي ولا يهمك يلا يلا واحد اي هلا هلا وهاي الهدية مالتنا اللي فوزوا ويا اليوم في برنامج يرهم كلش من مركز ليدي غاغا طبعا المركز كادر متخصص ولبناني وقسم خاص للمحجبات مو محجبات هن مو محجبات تفضلي هاتش الهدية تفضلي قربيها على الكاميرا خلي يشوفون مشاهدينا زين بشنو فزتي جائزة من ليدي غاغا شنو ليدي غاغا شلون المركز هذا رايحت له ايه حلو حلو صدق والله اكيد شكرا لك حياكم الله شنو الحجية مشاهدينا الكرام هنتقل وياكم الى ثاني فقرة وهي فقرة يا فقرة متأكد ليش سموا ابقوا وياي مشاهدينا الكرام ارجع واقول انه هدايانا مقدمة من مركز ليدي غاغا للتجميل وقسم خاص المن للسيدات المحجبات مو محجبات ايه طلع شعرك نصه ربعه ثلث ما ما قبل ان بعد يعني يدخلنا الاسلام نعم يا اختي الحمد لله شو اسمك انت نورهان نورهان والاسم سيف السؤال لماذا سميت منطقه كراده مريم بهذا الاسم غربي هالكنيسة مال مريم العذراء. منية؟ كنيسة؟ ما إيه يعني. نسبة إلى سيدتنا مريم.
شنو هذا الجواب؟ شنو هذا انت؟ خليني ارجع اقعد. السؤال الثاني، يلا تفضلي يا اختي. السؤال الثاني، لماذا سميت منطقة نجيم باشا بهذا الاسم؟ نجيب باشا نجي ايه؟ الشخصية اللي شفناها. انت بس قولي لي، انت يا مرحلة مخلصة؟ انا خرجت إدارة. الله، وانت خرج متوسطة. الجواب شو اللي دخل المتوسطة؟ نجيب باشا، هي طبعا نجيب باشا قريبة علينا، بس حرامات اهل العظميه. وما تعرفون لماذا سميت منطقه كرادة مريم بهذا الاسم؟ كرادة مريم يمكن على اسم هناك كنيسه او هيك شيء. كنيسه. انت من منطقه؟ احنا بالصالحيه. لماذا سميت منطقه نجيم باشا بهذا الاسم؟ تعرفين؟ ماشي ماشي، هسه راح احطيكم لعبه. اي لعبه، قطع لي قطع. لا مو انا اكل، قطعها افتحها بيدك عيني، افتحها بيدك. بمين افتحها؟ مشاهدين الكرام، طبعا مركز ليدي غاغا، طبعا الكوافير الراقي والجميل محمد الكردي، وست ايناس، والدكتور الاختصاص التجميل الراقي، وست يسير، ومحمد سعدي. وهاي الهديه اللي تشوفوها كلش حلوه ومعدله ومرتبه. قطعتوها؟ اي. شيل قطعتين، شيلن بيدك. طهيا شيلي قطعتين. يلا هاك هاي قطعة، وهاك هاي قطعة. عندكم دقيقة تخلص. يلا واحد اثنين ثلاثة، بدأت انطلقت. يلا استمر، يلا يلا يلا، هدية عندكم والله. لا لا استمر استمر، يلا ايه، يلا 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 يلا, يلا. لا ميسة طهياء راح تخسرون. يلا يلا ايه، ما باعي باعي ايه، كم ايه عواف. يلا روحي راح تخسرين، ما تقدرين؟ ماشي يلا. اثنين اثنين اثنين، كملي اللوك نصها مو يعني هاي هنا الحافة، كملي ايه. ليدي غاغا للتجميل هدية تخبل. يلا ها شنو هالشغل؟ شنو ها؟ لا هي ربحت، هيا ربحت. ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ هو من والله وصل لك بنزافه. ماشي هي اكلت. اذا غنيتي اغنيه هسه راح تفوزين. ها الليلة شنو وشعدنا؟ طلع الجمر راح الفجل. يلا شغلني يعني هديه حلوه من مركز ليدي غاغا للتجميل بالكراده يم البنزين مال ابو اقلام، مو اقلام عندهم، عندهم بنزين. كراده داخل، كراده داخل، حلو. كراده وين؟ داخل. عمي يندلوه المركز والله يندلوه. شغلني طلع على ذهب الليل وطلع. كافي ولا نسولف كل شي عنك وانكتنا ونموت احنا بجمالك وانكتنا في تتمنية من طحنة وانكتنا نريد نقوم خما بيك جاية. من اللي يفوز من عندهم؟ ها تدل تستاهلين الهدية، بدطش الهدية. تفضلي قرب الهدية على الكاميرا. شو تحبين تقولين قناة سامرة الفضائية؟ طبعا شكرا على هذا البرنامج الرائع، ويا رب ان شاء الله امان على العراقيين وعلى الدنيا كليتها. ان شاء الله يا رب بتطور.
والأفضل والأحسن إن شاء الله. طبعا ها أسفة مش على الهدية شيء. شكرا لكم. وهاي الهدية الثانية تستاهليها. تفضلي. شو تحبين تقولين لقناة سمرة فضائية؟ لكم شكرا جزيلا. إن شاء الله من تطور إلى تطور. إن شاء الله من تطور إلى تطور. أتمنى لكم موفقين الكادر كليا. إن شاء الله. ما حد غني؟ لا كافي غنيت. مشاهدينا الكرام أرجع وأقول الأجواء كلش حلوة بس برافكم. هاي بشر هيك تاكل لو هاي. وهنا قاعد يضرب ابو ذيه. استغفر الله. مش هذيك راح ننتقل وياكم الى من ننتقل بعدنا مستمرين وياكم. خلينا نشوف باقي الشباب والعوائل. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام ارجع واقول ان الاجواء كلش حلوه ويا العوائل العراقيه. واكيد هدايانا مقدمه من مركز ليدي غاغا للتجميل. الكوافير محمد الكردي اعتني بيهم شغلك حلو ومنور. وهاي الهدية باعوها تخبل. ايه شلون؟ انت؟ والله ولا اي شيء اكلت. اي شيء ما اكلت. اي شيء بعد نزافة. شنو اي شيء ما اكلت. شو اسمك؟ رسل. شلونك خالة؟ هلا ويوم مين؟ خالة انت قاعدة تفردين، شنو الفيلم؟ لا مين تريد؟ لا بالعكس لا. اولا احنا كنا بس ريقنا. غدا ما تغدينا حتى نجي هنا ناكل على راحتنا. عوافي. الله يعافيك. منو حضرتك؟ ام شهاب. تشتغلين؟ بالبداله، بداله عظميه. بداله، عندكم الوايرات مقطوع، وينك؟ الو صباح الخير. التليفونات ما تشتغل. صباح الخير، وين صافن؟ وين رايح؟ تقول تشتغل بالبداله، يعني البدالك الو كارتات. شو اسمك؟ يوم شو تقولين حنين؟ تشتغلي شو الدرسي؟ مالية مصرفية. مالية مصرفية مرحلة أولى. عندكم بالجيب؟ شلونك أختي؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله زينة. حياك الله. اللفة شو كنت تخلصيها؟ إي طابخين النومي. نبدأ بالأسئلة. لماذا سميت منطقة كرادة مريم بهذا الاسم؟ نسبة إلى مريم العذراء؟ كنيسة؟ ها؟ ما أعرف أنا، اسألني عن عظمية. هذا جواب، صحيح جواب شو لا؟ صحيح. ما أعرف. ما تعرفين؟ ها؟ أتوقع هذا الشيء، كنيسة. وين الماعون؟ إي. وياهم على الواهز. زين، لماذا سميت منطقة نجيب؟ اها نجيب باشا نسبة الى هذا شو اسمه هو نفسه مو ملك ما ادري شو اسمه يعني هي شلون يعني عنده قصر هو هناك باسم نجيب باشا فصارت المنطقة هو اخذها كلية محلة كلية سموها نجيب باشا نسبة الى واحد ما ادري منه يعني مدري ها ما اعرف نجيب باشا انت خرجت شنو؟ هندسة برامجيات هندسة برامجيات تمام حلوين هسه نبدي بالمسابقة يلا جيب الاكل ما تخليه بصفك يلا جيب الاكل جيب الاكل اي جيب الاكل مال منو هذا؟ يلا الزميل ما ليش دخل عسبي لي حجيه كم قطعه هنا لا اربعه هنا كامله عندكم دقيقه كلها تخلص معناتها اربع قطع لا واجد ثلاث قطع نعم ثلاثه لا انت لو قايل كان ما اكلنا ثلاثه لا كلها علاوي حتخلص هاي وكلها لا يا عمي لا بدقيقه اي طويلة هاتش اختر صوروا لي اياه كبسي هذا كبسي كبسي لي هذا كبسي لي اياه كبسي يلا لا افتحيه
يلا اكلي الدقيق. اي اكلي اي بس الطوها وما عوفوها عوفوها عو على كيف على كيف خلوه. المهم هي بادرت. المهم يعني بادرت. بناتك منو؟ بس بنتي عندي. بناتك بنتك ما تفوزين انتي. خليك كملي. ايش دي تسوي يعني؟ معقوله انه دي تفوز على مود ليدي غاغا مركز التجميل الحلو؟ ايش راح تسوين اليوم؟ خشميك الكوبايه. يلا جنان يلا يلا سميره. ايش قد بقى سولفي لي ايش قد بقى؟ وعد عمي كافي. لا الله يخليش كافي. جيبي مو زين عليك. لا كافي كافي كافي. زين زين قولي لي سبع مرات هاي الجملة على السريع بدون توقف. ركزوا وياي. فراش نفيسة نشف. 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 آخر تشانس إلك. التشانس راح يكون بينك وبينها. هي ما خلص معي دي أشرو لي. آخر تشانس نعطيها. يلا بسرعة. فراش نفيسة نشف. 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 برايك تستاهلي هي انت لو هي؟ انا استاهل. بابا ثاني لان قلت لهم انا خلي يجون يصورون. طبعا على فكره مشاهدينا الكرام طبعا الجواب الصحيح للسؤالين هي جاوبتهم زين. لكن هسه شلون الهديه بيما نقسمها؟ باعوا. السلام عليكم. شلونكم ان شاء الله زينين؟ مرتاحين؟ لا دقيقة مين راح اطلع الثاني؟ وهي الهدية فدوى لقلبكم حياكم. اقف هاك الهدية هاك الهدية لزم الهدية. طبعا احد المصورين مالتنا اي دي يلعب بطناش علاوي اي هاي الهدية انا حاخذها واروح. اي في مال لا مشكورين احنا اسفين يعني. حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا اخوي العزيز. حياك الله. هديتين دقيقه هسه ارجع لكم صوروا. اي هاي ليدي غاغا مركز التجميل للسيدات ويعني حتى هناك عمليات تجميل صارت عركات عليها. باعوها عركات عليها وقسم خاص المحجبات. ستي ناس سويتي سوتنا مشاكل. شنو هدية بقت؟ هاي هدية تستاهليها. تعبت 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 هواي هواي طويلة طويلة. بس انت ليش قومي قومي على حل شيء قومي. ها جلوس جلوس. مشاهدينا الكرام حياكم الله. مشاهدينا الكرام بعد ما نسولف وياكم ننتقل الى الفقرة الثالثة وهي فقرة يا فقرة الفقرة الثالثة يا فقرة الفقرة الثالثة يا فقرة يا فقرة الثالثة. اي الناس تروح وتجي. اي لا الفقرة الثالثة لا ميل وفيميل. القوا وياي فقرة ميل وفيميل. طبعا شكر جزيل لمركز ليدي غاغا وشكرا للعاملين في هذا المركز من ست ايناس من تيسير من هند من دكتور التجميل من الكوافير محمد. شو اسمه محمد؟ محمد الكردي مو؟ تحياتي لكم وتحياتي لكل العاملين في هذا المركز الراقي
والجميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحة؟ حبيبي. شو أخبارك؟ خير. اسم الخير؟ باسل. عماد. عماد. مرتاح لك؟ ها؟ عماد؟ عماد. خبرك عم. واحد. وين؟ اسكت. شلون أختي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. اسم بالخير؟ رنا. زوجك. باسل. حياك الله. بناتك؟ عائشة وخديجة. عائشة؟ اموت على هالاسامي الحلوة. شلونكم؟ زينين. ايه اخوك؟ لا. ابن عمك؟ نعم يا بعملي. باقي حلقتين. بعد حلقة واخذة. شفتوا شو الخير؟ رفاه. نعم. زين. هسه راح نبدي بالاسئلة. عماد. و باسل اذا طلب من عندك عماد طلب اي طلب تسوي له اياه؟ شيء اكيد. اي طلب؟ اي طلب. قد الكلمه؟ شيء اكيد. قد الكلمه؟ قد الكلمه. قدام الكاميرا قد الكلمه. اي طلب يطلبه من عندك تسوي؟ شيء اكيد. سمعتموه؟ هاي شطه شوف هذا الخط لهنا اشرب لي كل عندك طلعه اقل من عدل يلا لا لا سؤال بس اشرب غير على فتشي يسوى يلا يلا مو مشكله خاطر عيونها الخاطر عيون هذا مو عماد طلب هذا طلع هو طلب شنو يلا انت قدام الكاميرا ما راح امسح اي فريمه ترى لا لا اسمع لا 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 اسمع هو ايش قال عم جيب عوف الشطه عوف الشطه هاك هم بيك قرحه اها يلا اشرب اشرب عصر يلا قويه هاي لا لا بالعكس وين معي وين اقول لك برنامج لو مسابقات ما لكن ايه هو مسابقات يلا يلا شنو وين يلا ها شلون اشرب عيب والله من الكاميرا ولا هاي ما يصير والله زين جيبوا لفه خليك تشرب العصاير كلها العصاير كلها اشربها ما عندك مشكله بس يعني اكو غير شيء ما راح اخليه يسوي نفس الشغل اللي سويته انت ايش بدك منو يلا صوشنا قبلنا صدق قاعد يقول لك شنو يلا شنو هسه متدبره الهاي لا اشرب كافي ما شربتها مو اذا طلب ما عندك تغني تغني هم لا لو صوته حلو كان اسف زين شو تقول صوته حلو ولا لا 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 هو المشكله شغله اجيبه تصبغ بيه اجيبه تصبغ بيه زين بيك سكر اي ما بيك سكر اي ما بيك سكر سكر ما بي ما بيك سكر افتح وكل الهم وحده الهم يا وحده الهم نقول بس دك يلا هاي وحده يلا روح مو الهم ها الله دقيقة كلهم من ورا دلي دقاقة شكر هو شكر يلا 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 عندنا كارو يا اخوي كارو الهدية تسوى؟ تسوى يلا تسوى زين هو مركز تجميل يعني شو اللي علاقة غير انت لا لا مو هو خشم بس الوقت عندي وقت عندي وقت شنو وقت؟ وقت عندي حيخلص تايم يلا تخسرون يلا تخلص واحد اثنين واحد عليك يلا شلون؟ يلا بس غير يلا المشكلة هامرتي هاي اختي بس يلا ايه يما يخاف يشوف ترى والله يسوي بيكم يلا هلو ايه من وين اذا طلب من عندك لا لا اصلا منو اسم
باسل. باسل اذا طلب من عندك باسل تشرب هاي قوطيه السفن بدون ما تنزل. طق القوطيه. شنو جاي تنتقم من عندنا؟ بدون ما تنزل. احد من لا حطها بالمصاصه احسن على لا 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 بالمصاصه. لا لا يلا واحد هي كافي تنزل. الطاوله مدفوعه. متونس. هذا احمد، هذا احمد باعوه، هذا احمد. اي 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 الله لك ون. شلون الجنان؟ قلت اشرب شطه مو؟ ايش قالت؟ قالت لا. قالت لا؟ اذا طلبت من عندك الاسم او شيء رنا. اذا طلبت من عندك رفاه انه ضربيها راشدي. قديمة هاي السوالف. قشمريني مو؟ انطلقي انطلقي. يلا 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 يلا. منو اقعدكم 50 ثانية؟ منو اكثر من عندكم تخلص ثلاثة من هذا الشكر؟ اوقفي دقيقة. يلا بسرعة افتحي فتحتها هي بسرعة. واحد دقيقة تفتح. واحد اثنين ثلاثة. ايه هاتش. يلا يلا هاتش هاتش. يلا 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 حد عوفة عوفة. ولا هالعيشة. ايه قامت تخبط. هذا شنو شي يسموه هذا؟ ايه يلا خبط. يلا بسرعة بسرعة. يلا خلصت بسرعة. لح يتعادلون طبعا. يلا حتى عادلون لح تفوز طبعا. هي أنا ما لي دخل. يلا يلا يلا. واحد خلي يصعد. هو صاعد. يلا بسرعة. واحد فين؟ لا من اللي فاز برأيك؟ ها؟ من اللي فاز معك؟ صراع شفتوا؟ وشو الصراحة؟ لا حطت الكاغد. رنا أول واحدة. رنا منو؟ مرتي طبعاً. احكوا لي الصراحة منو اللي فازت؟ لا رنا حطت أول واحد. ما منتبه أنا. وين بالك؟ إيه منو اللي فاز انتبهتي؟ منو؟ مشاهدينا الكرام انا حذب الهديه. الهديه مقدمه من مركز ليدي غاغا للتجميل. كراده داخل هاي الهديه حلوه ومعدله ومرتبه. انا حذب الهديه هنا. ننتقل وياكم الى اخر فقره من برنامج يرهم كلش. فكر صح. ابقوا وياي مشاهدينا الكرام. وصلنا لكم الى ختام برنامج يرهم كلش والفقره الاخيره من فكر صح. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. منو حضرتك؟ ام سلوان. شو اسمك؟ احمد. ايه شلون شو؟ الحمد لله. اسمك شو الخير؟ نور. شو تداومين؟ ما داوم. والله؟ ما ادري. ها شنو؟ يلا السؤال فكروا وياي صح. ماشي؟ ديك فكروا صح. ديك يظن أن الشمس لم تشرق إلا عند سماع صوته. شنو الجواب؟ ديك فيها لغة. ديك ديك لا ديك يظن أن الشمس لم تشرق إلا عند سماع صوته. الفجر تشرق الشمس ورا صلاة. زين سؤال ثاني. إنسان لا يسعى إلى نيل السعادة بل يسعى إلى تجنب الشفاء.
إنسان لا يسعى إلى نيل السعادة بل يسعى إلى تجنب الشفاء. أكيد الشفاء من المرض. عكس العقل شنو؟ القلب. زين هذا وكح؟ يعني عكس الوكح شنو هو؟ يا عاقل عاقل عجنان. استغفر الله. زين ماشي راح اقول لك شغله تسويها اذا سويتيها تفوزين. صوتك حلو؟ لا لا صوتك لا. ايش احد رني؟ والله بس ما تعلي صوتك، اسمع صوتك عليك. يا اغنيه اختار. شعر؟ يلا. اتمنى فز الفجر والقاك ماشي بفراشي ونتقلب انا وياك مثل الدبس والراشي. بعد واحده. كيف؟ ابو ذياري. ها بس هاوي طيني. العب شناو. العب شناو. لا تلعب شناو حتعطيهم الهديه. خسرهم لو لا؟ لا مو اخسرهم بس ما اقدر. ليش؟ ها ليش ما تقدر؟ شنو السبب؟ تقدر لو لا؟ لا لا. ها لا. ايش قد؟ العب بس تعطيني هديه لي. شنو شنو بطل ولا ظهر؟ شنو؟ راح اخضله. لا صعب. العب بطل؟ ايه. شلون بطل؟ لا ما اقدر. تقدر؟ قمص. ايه قمص. من اقول لك توقف توقف. اي. يلا قمص. يا ولد قمص. من اقول لك اوقف. تعال هنا هنا. ايه يلا قمص. من اتعب وانا من اتعب. ايه. ايه ايه. من اقول كافي كافي. لا. هاي لو بعد بعد علاوي يقول بعد اضعفك اليوم والله. ها علاوي ها علاوي علي صار وجهه احمر علي. كافي. تعال تعال يا امي تعال تعال تعال. تعبت؟ لا والله والله. أكيد؟ ما تعبت؟ من يقول؟ ما تعبت أنا أقول. ها؟ شو يسوي؟ قرأ لي هاي الورقة. بالحق بالحق. قرأها. مركز اليد غير السيدات. صدق تصور. قسم قاس المحجبات. عيدها من جديد كويت تقرأ لها يلا. مركز غاغر السيدات. مركز منو؟ يدي مركز يدي غاغر السيدات. مركز يدي غاغر. مركز يدي غاغر السيدات. ما اعرف الفضل. مشاهدينا الكرام اكيد اللي فازوا ويانا اليوم في هديه مركز ليدي غاغا للسيدات. تفضلي هاي الهديه. شو تحبين تكون قناه سمرة فضائيه؟ نشكركم على البرنامج الحلو. مشكورين حياكم الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. وصلنا لكم الى ختام برنامج يرهم كلش. ذكرناكم وراح نذكركم ونقولكم من الهدايا مالتنا مقدمه من مركز ليدي غاغا للتجميل. واكيد هناك مركز خاص شسوار
وقص شعر وهاي شو اسمه مال اظافر اكريليك وهاي شنو هذا الاخر اللون وكرياتين زين طبعا المركز حلو وجميل وراقي شكرا لكل العاملين في هذا المركز الراقي شكرا ست ايناس شكرا تيسير شكرا هند شكرا احمد شكرا للكوافير محمد الكردي وشكرا للدكتور الدكتور نسيت اسمك وش وقت اذى محمد يمكن دكتور محمد او شيء شكرا للمصور علي ساجد والمصور علي حسين ومساعد المصور اي من المشهداني ما اعرف وين راح سوى له علي حسين وعلي ساجد وانا وياكم بالتصوير بالتقديم يا تصوير خطاب القصافة بس دقيقة 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 بس دقيقة يلا انا ما احب الشكر اي مو طبعا انت حلو بس ما يفيدك لا مو ثلاثة لا لا بدون صغور لا لا مستحيل وانتو ايش بيكم ايش دي تسوون؟ كلولة مو ناس قاسم مالك بس وحدة لا لا اثنين 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 لا ما يخالف الرسول الرسول قال ثلاثة لا لا اثنين يلا بسم الله يلا يلا دا اساعدك دا الغلبان ياك يلا بعد الله لا بعد ما اقدر لا 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 هذا ثاني 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 علاوي علي برغي برغي الحقني برغي الحقني تهاني الحقني ها كله على مود مركز ليدي غاغا كشون هو مني هو شكر احمد ساعدني حمودي حبيبي حماده يا حبيبي زي العيال زي ماما بابا